دائما بنضوي على امور الاطفال اللي هي بتهم الجميع. اليوم مثل ما بنعرف كثير من الاطفال بيتعرضوا لنوبات من الصراخ والغضب او بعض التصرفات الخاطئه، وهذا الشيء كثير امر طبيعي لانه هو جزء من نموهم ونضجهم المستقبلي، لكن كثير من الاهالي بيقلقوا او احيانا ما بيدركوا شو هي المشكلات السلوكيه اللي ممكن تبقى مع الطفل لبعدين لحتى يكبر. اليوم رشا في كثير اهالي ممكن يقولوا نحن يلا صغير بكره بس يكبر بيتعلم او بيطلع من هي السلوكيات الخاطئه، لكن في اشخاص بيقولوا لهم يلا ابننا كان هيك بكره بس يكبر كمان بيتعود لا بيصير انه بينضبط انه صغير ما بيعرف شو عم يعمل، لكن في كثير اطفال انه بيستمر معهم هذا الشيء. في اهالي بيقلقوا من هذا الشيء او بينحرجوا احيانا من تصرفات ابنائهم الخاطئه. هاي النقطه ليلى، انه دائما الاهالي بتراهن على عمر الطفل، بيقولوا انه انا طفلي صغير والسنه الجاي رح يكبر رح يزيد وعيه ورح يتطور وهذا الشيء رح يخليه يتخلص من العادات السيئة، ولكن هذا الشيء أبدا ما نصح. هذا الطفل رح يكبر ويحفظ هي العادة وتصير هي جزء من سلوكيات الحياة والسلوكيات اليومية. يعني ما بطل بيصير بس هو مخجل لأنه بطل بيصير هو مزعج لأنه صار مزعج للمجتمع. اليوم رح نضوي على هي الفكرة، نحن كيف قادرين من الطفولة وبعمر محدد أن نمشي مع هذا الطفل نغير له العادات السيئة كرمال ما نندم بس يكبر. هدول المعلومات وغيرهم حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم وهي السيدة تالين قززيان خبيرة تربوية. يسعد صباحك تالين. يسعد صباحكم بكل خير. صباحكم خير الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. هلا وسهلا. صباحك صباح النور. صباح النور صباح المطر والتفاؤل والوجوه الحلوه. كويسه كمان المطر اليوم ما من اللاذقية يعني من كسب تحديدا. هلا فيكي الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. مثل ما ذكرنا يعني اليوم في اهالي بيشوفوا سلوكيات اطفالهم انه هي امر طبيعي بس يكبر ممكن يتغير، وفي اهالي بيقلقوا من هذا الموضوع انه تستمر معهم هي السلوكيات. خلينا نحكي اهم السلوكيات اللي ممكن يمارسها الاطفال ممكن تؤدي هي التصرفات لسلوكيات غير صحيحه بالمستقبل. المشاكل السلوكيه كثيره ومتعدده وخاصه بمرحله الطفوله، عندنا اذا بدنا نعددهم يعني كتار كتار ما بيخلصوا مثل ما بيقولوا. عن أهم شيء المشاكل القلق، الخوف، المشاكل السلوكية، الغضب، العدوانية، فرط النشاط، هيدون كلياتها مشاكل سلوكية بتأثر على الطفل وبتأثر على الأهل وبتأثر على المدرسة وعلى المجتمع مثل ما حضرتك تفضلتي. هاي المشاكل نحن لازم نعرفها من عمر صغير لحتى نعرف إنه نعالجها وكيف بدنا نعالجها. أول شيء مثل ما قلت خلينا نقسم نشوف إنه أنا هذا الطفل ليش عنده هاي المشاكل السلوكية من هو صغير، شو الأسباب وشو الدوافع اللي عم تخلي يكون عنده هاي المشاكل. مثلا عندنا مشكلة العدوانية، ليش هذا الطفل أنا عندي إياه عدواني، ليش هو بيحكي بعدوانية بيتصرف بعدوانية، حكيه، تصرفاته، الغضب، العياط، الصريخ، السلوك المقلق والسلوك العادي. أنا أمتى بعرف؟ بعرف السلوك المقلق والعادي أول شيء بشوف أنا عمر الطفل، بعدين بشوف إنه هو كيف عم بيتصرف بهذا السلوك. التكرار وشدة السلوك بتأثر عليه، السياق الثقافي والاجتماعي اللي عايش فيه هذا الطفل لحتى عم بيأثر. مثلا اليوم وقت اللي الطفل بيكون هو غاضب، السلوك ما بيكون مقلق، طفل غاضب بيغضب شوي ولكن خلاص هذا بيرجع على طبيعته، بينما وقت بيتحول هذا الغضب الى غضب مستمر وبكاء مستمر وغضب وتكسير، هون انا لازم يكون هذا السلوك مقلق. نفس الشيء مثلا اللعب، انا بنتبه بلعبه، اذا كان اللعب شوي عنيف الطفل بيلعب بعنف خلينا نقول حتى يفرغ هي الطاقات اللي هو موجوده فيه، ولكن العدوانيه باللعب صار انا عندي سلوك مقلق، صار عندي سلوك مقلق. نفس الشيء الخوف، نفس الشيء القلق، كل هي الامور انا لازم راقب، وكأنا كأهل لازم اعرف اتصرف واكون على درايه بهيدا الشيء واعرف كيف بدي قسم هي السلوكيات واعرف كيف بدي ظبط له اياها لحتى هو وقت اللي بده يدخل على المدرسه او وقت بده يكون بالمدرسة ما يأذي رفقاته وما يأثر على نفسيته، لأنه هذا نفس الشيء بده يسبب له إحباط وبده يسبب له كره مع رفقاته مع مجتمعه مع المدرسة وغيره إلى ما هنالك. ست تالين، اليوم هذا الطفل يعني هو كمان بحاجة أنه يعيش كل الطقوس، يعني يعيش هدول المشاعر، كان الغضب، التوتر، العدواني، كلنا يمكن قطعنا فيها ولكن صحيح. بمراحل بسيطة أو جزئية كان في مراقبة من الأهل، كان في مراقبة من الكادر التدريسي كرمال ما يتطور
الوضع يعني، ولكن انا بلاقيها صحيا انه لازم الطفل يعيش طبعا هدول الفصول كلها بحياته يعني نستفيد منها فيما بعد. نحن لهيك منقسمه على مقلق سلوك طبيعي ومقلق. مثل ما انا قلت انه الطبيعي يعني عادي بيكون هو مثلا بيغضب بيبكي بده يعبر عن قوه شخصيته، ولكن وقت بيزيد عن حده خلص انا هون في عندي شيء مقلق، انا لازم انه ادور على هاي الاسباب وكيف بدي حلها، لانه هذا الطفل بالنهايه انا اذا ما حليت له اياه هو بده يكبر وبده يصير عادي عنده، بده يصير العدوانيه عادي عنده، الغضب هو اذا بده يبكي بده شغله مثلا ببكائه بالغضب بينام بالارض بالاماكن هي النومه بالارض والفجر والبكي بعدين بيعمل عاده، وانا خلص انا كأم او كمدرس خلص انت مثل ما بدك، نحن بس ما تبكي بس ما هيدي بنقوم نحن اللي بدك اياه بنلبي له رغبته يعني. انا في عندي حوار، في عندي نقاش، بدي اشوف انا شو اسبابك، انت ليش عم تبكي، كيف بدي احاورك، كيف بدي ناقشك، ليش وشو، والهدوء. اذا ما التزمت بالهدوء ان كان كأم او كان كمدرسه ما راح اعرف اتحاور معه، لانه هو اذا غضب وعصب وانا بالنهايه كمان بحاله من الغضب ولي فبتصير مشكله بتصير مشكله تمام. في كثير كمان مشكله اليوم عم نعاني منها بصراحه وعم تتزايد بشكل كثير كبير، ظاهره التنمر عند الاطفال عم نشوفها اكثر شيء حتى بالمدارس اليوم، هي الظاهره عم تسبب مشكلات كثير نفسيه حتى للاشخاص اللي عم يتم التنمر عليهم وحتى يمكن للاطفال المتنمرين. خلينا نحكي شو السبب اليوم اللي بيخلي هذا الطفل انه يوصل لمرحلة التنمر. للأسف بمدارسنا وبمجتمعنا، أنا خليني بالمدرسة لأنه إحنا عم نحكي اليوم عن الطفل، كتير زايدة مشكلة التنمر، هي من المشاكل المؤذية العدوانية المؤذية خاصة نفسيا. اليوم طفل وقت اللي عم بيصير في عنده هي عادة التنمر مع رفقاته، إن كان عم بيتنمر ممكن هو كشخص أو كمجموعة، بيتنمروا على شكله، بيتنمروا على لبسه، بيتنمروا على تصرفاته، بيتنمروا. طيب أنا هذا الطفل ليه ليش عم بيتنمر؟ انت اليوم بالبيت عم تحكوا بهي بعاده هي التنمر، وانت عندك شيء بالبيت خلينا نقول عم بيتنمروا عليك اهلك، ممكن مثلا من تنمر الاهل هذا الطفل عنده اياها صار عادي انه انا كمان بدي اتنمر على رفقاتي، كيف بيحكوا اهلي، رده فعل كيف بيحكوا اهلي، انا كمان لازم اتصرف. عاده التنمر كثير عاده مؤذيه وخاصه بين الاطفال، بنلاقي انه الطفل المتنمر دائما عنده هالقوه هالتسلط على رفقاته، وأنا بدي أتنمر وبدي أحكي وما في مين يرده. والطفل اللي وقع عليه مشكلة التنمر منشوف أنه بتبلش شخصيته بتضعف، ممكن تحصيله الدراسي يتأخر، ممكن أنه يصير بعدين عنده مشاكل ويصير عنده كمان ردة فعل، بتشوفي أنه من قد ما عم بيتنمر ويصير عنده ردة فعل عدوانية، اليوم أنا كمان بدي أقتلك بدي ضربك، ممكن يروح يضربه، بتصير في عنا مشكلة. نحن هون المدرسين كمدرسين بالمدرسة لازم يكون في عنا وعي كافي كيف بدي اتصرف انا مع الطفل المتنمر، وكيف بدي اتصرف كمان مع الطفل اللي عم توقع عليه مشكله التنمر. مشكلتين يعني اليوم احنا عندنا مشكلتين اليوم، حتى الواقع عليه التنمر هو عم يعاني من مشكله نفسيه، والمتنمر ايضا اليوم عم بيعاني من مشكله نفسيه، اثنيناتهم. فهون اثنيناتهم عم بيصير في عندي خلل بالسلوك، عم بيكبروا، عم بيصير في خلل بالسلوك او عم بيصير انه عم بيكرهوا بعضهم بجوز ثاني، اذا كانوا رفقه بيكبروا بيصير في عندهم هيك. كمدرسة أنا أو كأهل أنا لازم يكون عندي دراية، لازم أعرف ليش هيدا عم بيتنمر، بحاوره شو الأسباب اللي أنت عم تخليك أنك تتنمر، ما لازم تتنمر كمان بحاوره. ودائما بشوف أنه الطفل اللي عم بيصير عليه تنمر أيضا كيف عم يتصرف، كمان بعدله سلوكه أنه أنت معلش تنمر، مو اني معلش بس انه انا نحن بدنا نحاول كيف بدنا نتصرف مع شخص اللي عم بيتنمر عليك. بحطهم دائما بروح التعاون بالتحصيلات الدراسيه وبالدراسه، بعمل لهم مجموعات نتعاون مع بعض، ما رح نتنمر نحن كلياتنا مثلا، هيك بنلبس هيك نتصرف هيك بنحكي هيك، يعني هيدا بدي اعزز هيدي الروح التعاون وروح التسامح وروح المحبه بين بعض. نحن كمدرسين وحتى نحن كمدرسين كمان عنا نحن بنعاني من الشغلة انه انا اليوم لازم احترم الطفل ولازم اعرف اني انا ما اتنمر مشان انا كمان اكون قدوة لإله. تمام. بدي اعرف كيف بدي اكون قدوة لإله، وكيف هيدا الطفل وقت اللي انا
بكسر حاجز التنمر وبكون قدوة له بتصرفاتي بحكي باحترامي لذاتي، هذا الاحترام بينعكس له، بعرف انه انا هون حصلت يعني، لانه الطفل بياخذ كثير من الانسة والمدرسة، فلازم انا اعرف انه وقت اللي عم بحكي معه بطريقة غير متنمرة بطريقة محترمة بحترم فيها حالي والطفل، بالنهاية انا رح انتج طفل غير متنمر على اصدقائه وعلى محيطه. تمام، خلينا نرجع للاساس المنزل. صح. ذكرتي نقطة كثير مهمة انه التنمر ممكن يكون هذا الطفل هذا الشيء عم يسمعه بالبيت او عم يتمارس عليه هذا الشيء. خلينا نرجع للامور الاساسية اللي هي الغضب، التوتر، كل هاي الحالات اللي ممكن يمرق فيها الطفل، هل ممكن تكون اسبابها عوامل وراثية انه الاهل هيك، او ممكن هذا الشيء البيئة اللي هو فيها اليوم، قلق الاب والام او التوتر او البيئة اللي هو فيها دائما فيها توتر ومشاحنات، ممكن كمان هي تنشئ بهذا الطفل هذا التوتر والغضب ونوبات الغضب اللي متكررة اللي دائما بيتعرض لها. هلا الأسرة أول شيء الأسرة لازم تكون متكاتفة متحابة، بيحترموا بعضهم البعض، الأب والأم والإخوة الأقران كلياتها هي بتلعب دور. وقت اللي الطفل هو بيكون عايش بأسرة متحابة فيها أمان فيها استقرار فيها روح الاحترام، هو ما راح يكون في عنده مثلا الطفل إنه غاضب أو طفل إنه عنيد أو طفل بيحب العدواني، غير الأسباب مثل ما حضرتك قلتي إنه تكون وراثية. هون بقى صرنا نحن شيء تاني، وقت ما عم نعرف نعدل السلوك صار بدنا نشوف اختصاص نفسي اختصاص تربوي، هون صار عنا حكي تاني له. هلأ في 10% من الأطفال تحت العمر 18 عندهم شيء اسمه العناد الشارد. هذا العناد الشارد دائما نحن بنشوف إنه هذا الطفل عنده بده عنيد، بده يفرض سيطرته، بده يفرض شخصيته، بده يعند كلام أهله، بده إن هو يفرض حاله. نحن بهل تحت العمر 12 بدنا نعرف نظبط هيدا السلوك لحتى نحن يكون في عنا طفل لبعد 18 يكون في إنه مقيمين له سلوك ومعدلين له هيدا السلوك العناد الشارد مثل ما قلت، مشان يكون عندنا طفل متوازن نفسيا، ما يكون في عندي غضب، ما يكون في عندي قلق، كل شيء زاد عن حده بيقلب ضده طبعا مثل ما بيقولوا. هيدا لازم بيجي من الأهل دائما، لازم الحوار. أنا دائما بقول للأم والأب لازم يكون في عندهم دائما طريقة حوار، حوار هادف، حوار أنا ما أنه بس أنا عم بقعد أنا حكيك، لا حوار هادف، أعرف أنه أنا كيف بدي امشي معك، كيف بدك تمشي معي، كيف هيدا الحوار لازم يكون انا قدوه. صح. قدوه لإلهم ان كان كاهل ان كان كمدرسين بس للأمان اليوم ست تالين عم نشوف نسبه كثير من الاطفال، اطفال عنيدين، اطفال عندهم سلوكيات يعني بتقلك الام انا بحاول معه بس انا بشد، الاب بيرخي، انا بقسى، الاب بدلل اكثر، انا بجد اذا طلعوا يا سلام هو هون المشكله انه الكل بده يربي يعني تجي الام يعني اخر شيء بتخجل من الست وبتخجل من الجد وبتخجل من الاب، فبيطلع هذا الطفل بيهدد فيهم يعني. صح. قد ايه هي المشكله عم تاثر على سلوكيات الاطفال ولا وتعطيكم عبء زياده عليكم يعني. صحيح. يعني هلا وقت اللي الام بدها تشد الاب ما لازم يرخي، يعني في محلات انه لازم يرخي وقت اللي بقى بيتحول انه في غلطه بيناتهم انه انا رح اصرخ انت روق انت روق ما اثنيناتنا ننزل عليه مثل ما بيقولوا، ولكن ما انه انا لا بقلل من شان الاب او شان الام، لا انا لازم اكون يعني انه متوازن بهي الامور. للاسف نحن كثير بيجينا من هي النماذج الطلاب اللي كثير بيكونوا مدللين بالبيت من طرف واحد او بيكون مثلا عندهم، وكثير بياثر على سلوكهم على فكره بالمدرسه، وبياثر هيدا ايضا بيعطي سلوك للتنمر على رفقاتهم انه هنن مدللين هنن هيك طبعهم هنن كذا، ولسه الاصعب انه بيجوا بيقولوا الاهل انه نحن هيك طفلنا او هيك معودينه. لا يا عزيزتي على هاي ما هيك القصه انه انت لازم تعرفي هون في سلوك صار مقلق، انت لازم تتعاوني مع المدرسه وتتعاوني مع الاستشاريين لحتى تقيمي سلوك ابنك، بالنهايه هو طالع على مجتمع. خلص نحن دورنا اليوم، نحن دورنا بالمدرسة، خلص ابنك بده يطلع المجتمع، بده يواجه مجتمع، حياة اجتماعية، هون بقى بتبلش المشكلة معه يعني بتبلش هونيك المشكلة. نحن ما بقى نحن خلص دورنا. صحيح. مثل ما بيقولوا، ولازم هن يكونوا كتير على دراية ووعي لحتى يكون اتفاق ووعي بهي القصة يعني. وعي بهي القصة، ولازم كتير هن دائما يكونوا مع المدرسة انه يعني
يجي يقولوا نحن عنا هاي المشكلة 1 2 3 بدنا نتعاون نحن والمدرسة نحن والأهل هاي المشكلة. نحن وياكم مشان نحل هاي المشكلة اللي نحن موجودة في النهاية لصالح الطالب. في النهاية لصالح الطالب يعني ما في شيء. نحن اليوم عم نخرج أجيال عم نبني أجيال ما بدنا أي طفل يكون في عنده أي سلوك عدواني لأنه هيدا كله عم بيأثر جيل ولا جيل طفل ولا طفل عم بيأثر للمجتمع للأسف يكون عدواني يكون متنمر يكون غاضب يكون عنيد مشكلة يعني مشكلة. ما عم نصدر غير النفسيات المريضة يعني مشكلة. وبتعرفي انه لاني من عناد احيانا الاهل او من عناد هي يعني كثير هون مشكلة. لا انا لازم اعرف ابني عنده مشكلة بنتي عندها مشكلة لازم اكون على دراية ولازم انه انا حل له اياها بدل ما انا عند عليه وما بيصير وهيك وكذا. نفس الشيء المدرسين لازم يكون عندهم كمان وعي بهي الامور وكثير لازم هنن. هلا المدرس انا دائما بقول انه وقت اللي بيدخل على الصف الابتسامه الوجه الامان اللي بيحسها الطفل على على وجه المدرس كلمات الحبه كلها بتعطي هيك تعزيز ايجابي للطفل حتى انه يحب يجي على المدرسه ويشيل هذا الخوف والقلق لانه الانفصال بمرحله المدرسه وقت اللي عم بيروح الطفل على المدرسه دائما عنده رهاب هي بخاف هذا انه انا عم خاف انه من المدرسه دائما المدرس لازم يستوعب هيدا الطفل ويستوعب هيدا الشيء ونحن نكسر حاجز الخوف القلق ونحل له اياها. في كثير طلاب بعدين بيصيروا بيجوا على المدرسه بيحبوا خلص بيقولوا ما بدنا نضل بالبيت. قبل اليوم في مشكله كثير بيعانوا منها الاهالي مشكله الدلال الزايد الدلال المفرط. اليوم هي الحالات فعلا عم نشوفها. اليوم عم نشوف الطفل اللي عم يتدلل من هو صغير عم نعطيه كل شيء بده اياه. اليوم عم بيوصل لمرحله معينه هذا الشيء عم بياثر على تحصيله الدراسي بعكس الاطفال اللي هنن ما عندهم هذا الدلال المفرط. اليوم كيف فينا نضبط هدول الأطفال؟ يعني اليوم ممكن يوصل الطفل لمرحلة المراهقة هون الأهالي أدركوا هذا الشيء. نحن عم نعطيهم كل شيء بدون مو حاسين بهي المسؤولية أو مو حاسين بهذا الشيء بدون بلشوا هون بدون يعدلوا هذا السلوك. ممكن إنه يتعدل بهي المرحلة. هلا إذا ما عدلناه من هو وصغير ما راح يتعدل لأنه هن إنه وصاروا مرحلة المراهقة صار صعب. والمشكلة إنه نحن وقت عم نعطيهم كل شيء وعم نفرجيهم كل شيء وكل شيء يكون متاح هون كمان عم بتصير مشكلة. الطفل هلا في اطفال هن شاطرين وعندهم هي المسؤولية من ضمنهم من دون ما حكي بتشوف اني بيحبوا يدرسوا بيحبوا انه هن يكونوا متفوقين متميزين شاطرين تحصيلهم دراسي كويس بصير عندهم هالتنافس الحلو بالصف. ولكن نحن كأهل اذا كثير دللناهم كمان بتنقلب عليهم. انا اليوم لازم احط قواعد لازم احط اهداف قسم هي الاهداف اعرف هي الاهداف لوين بدها توصل ووعي فيها لطفلي وبعمل له تعزيزات ما ضروري تكون مادية ضروري هي تكون ممكن معنوية ممكن مشوار ممكن أي شيء يعني شغلات معنوية ما أنه كتير ضروري تكون مادية لحتى شجعوا على التحصيل الدراسي. والله يخليكم يعني يا أهالي أكثر شيء بعدوني عن أنه نحن بدنا علامات نحن بدنا علامات تامة نحن بدنا تحصيل عالي نحن بدنا يعني هي كتير صايرة مشكلة عنا. المشكلة اليوم أنه أنا ابني بس ياخد 10 كيف أخذها ما مشكلة كيف أخذها المهم يأخذها للعشرة تمام استعرار التفير تماما يعني خلص. أنا اليوم وقت اللي بيفهم عندي المعلومة فهمان هو المعلومة ممكن ينساها بلحظتها ممكن يكون مرضان بلحظتها ما يقدر يجيبها للعلامة مثلا. هون في عندي صار مشكلة. التحصيل الدراسي بالدلال وبالتنمر وبالعدواني وبالهي بيرجع الطفل لورا. كل ما بيكون أنا عندي طفل متزن بنفسيته متزن بأخلاقه وبتربيته بيكون إن شاء الله عندي يكون في حدود طفل تحصيل دراسي جيد إن شاء الله. هيك هدول النصائح يوصلوا للأهالي يعني ونقدر نحن كأهالي اليوم قد ما فينا اليوم يعني في تعب كتير كبير صحيح. لأنه جيل يعني اسم الله عليه يعني أكبر من عمره صحيح. خلق بظروف كمان مختلفة كمان يعني مختلفة. في ضغط صح. اليوم بذكرتيني في مقطع على السوشيال ميديا أنه الطفل بفوت على المول فبيعلي شفتي هدول العادي عندهم بيعلق على اللعبة بيعلق على أغراض نحن بنعاني منها يعني تماما بتطلع المشوار بده 100 غرض فنام بالأرض وبلش يصرخ يبكي أنه هاي الطريقة بيخلي أمه فهي نامت جنبه صارت تصرخ تعمل مثله فقام
الطفل انه صار يتطلع خجل من الناس وصار بده بس يراضي امه، انه امي امي بلا بلا هون. وفعلا هي طريقه انه هو يحس انه شوف انا انت كيف عم بتساوي فيني وتخجلني، شوف انت كمان خجلت. هي الطريقه بس اليوم احنا بنقضيها بالاراضي اذا بدنا ننتبه هي القصه. شكرا لك ست الين مره ثانيه لحضورك والحمد لله على السلامه، وهيك تحياتنا اكيد لكل اهالينا بكسب. شكرا لكم وشكرا للاستضافه اكيد. شكرا لحضورك معنا، بقيه نهار حلو لك. شكرا.